الجو نتاع المولد النبوي الشريف في سيدي الصحبي لهنا في القروية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أول كلام نبدو به الصلاة على محمد، ويا حسرة على القروان وعلى أيامات القروان وعلى الزوار اللي كانوا يجوا للقروان. اليوم 10 سنين ديما، كل عام ينقصوا لنا الدرجة. هاو إن شاء الله إن شاء الله السنة تبعثت روح من جديد. ربي يخلينا سي قيس سعيد اللي خلى الشعب الكريم هذايا يضحك وترجع فيه الروح، وسنا بالمجد حتى كان صحفة العصيدة بمية ألف الشعب الكريم راه مش كلها أمور واضحة. علاش؟ على خاطر كلي هكا مصفية الدنيا، وإن شاء الله اللي جاوا للقروان الكل العام الجاي زاد نشوفوهم فيما خير وما أحسن من هكا. ورانا معاك يا قايز سعيد في صالح البلاد، رانا معاك. إيش رأيك يا حاجة في الجو في القروية؟ شيء كبير شيء كبير، ربي يداوم علينا النعمة ذي، ربي يداوم علينا النعمة والخير، والله يا ربي ليك الحمد. مقروين مقروين نفس القروين، بلادنا ربي نجيها وعلاها. حدثنا على الجو في القروية. الجو باهي في القروية، بركة القروين كلها بركة. شيء كبير، اللهم صل على النبي. الحوت الحوت علينا القروين، الحمد لله كتفردت يا ربي لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله، قروين كالعادة وأحسن أحسن من العادة. علاش أحسن من العادة سنة بالذات؟ والله والله فات الكورونا وتحس الناس الكل موجودة وتحس بلادنا تفردت، وما شاء الله إن شاء الله ديما هكا وإن شاء الله كل عام حين بخير. منين جيت؟ من سوسة. من سوسة؟ من سوسة. هاي مش البيت. روحك متفرهد السنة. هاي بيت والله السنة بتبقى خاصة إن شاء الله ديما متفرهدين. 10 سنين وصفة الدنيا إن شاء الله، كل عام نحن حيين بخير والله ما أحلاها بصراحة، وربي بعد علينا هالوباء. جو ما شاء الله عليه، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما ملمومين، وربي بعد علينا الوباء. وكهو جيت من تونس؟ إن شاء الله من تونس. إيه بيتة؟ إيه عندي بنتي تسكن هنا الحمد لله. ان شاء الله ربي ديما فرحانين، ان شاء الله ديما ملمومين بخير. امين يا رب العالمين. ان شاء الله بعد علينا الستر، باقي علينا الستر الحمد لله يا رب. قالوا لي السنه خير من السنوات اللي فاتت. السنه تبارك الله ما شاء الله، عندنا برشا زياره باش يجيبوا القروين ومشي يشيخوا، وعندنا برشا تظاهرات اسلاميه، وعندنا كل شيء اللي يجي يروح فرحين ويرجع قداش من مرة. أنا نحب نقول حاجة بركة، إن شاء الله مولد نبوي شريف على الأمة العربية الإسلامية كل. أما نحب نقول حاجة بركة، القروين راهي ماهيش في المولد كهو تتفكروها، راهي تعدت بأزمات صحية وأزمات برشا، نتمنى تخزروا لنا معناها بعين كبيرة. راهي القروين ماهيش مولد كهو، راهو تنجموا تجيو تزورونا، عنا برشا بلايص مزيانين وباهين، زادة تنجموا تعملوا برشا بلايص باهين للشباب، خاطر بالحق راهو شبابنا قاعد يتهمش وما نلقاوش وين نتفرهدوا. تمشي لدار الشباب تلقاها مسكرة، يقول لك لا جوست وقت اللي يبدا عندك كلوب تنجم تدخل. راهي دار الشباب ماهيش كلوب كهو، رانا ما عندناش معناها وين نقعدوا، ماذا بينا بلايص ديما محلولي. جاية من قبلي اي وبيك عايشة، هاي سفرة من قبل جاية نزور أول عام، حبينا نشبحوا المولد الدنيا هني هني. وش رايك في الجو؟ نعم صلي على النبي ما شاء الله. اي ان شاء الله الدنيا تشر ان شاء الله، تنعود ديما نرجعوا حتى اي باش نباتوا عندنا خويا هني باش نباتوا عند نكملوا المولد نعدوا بعد ثاني عمل هكا. بنت خالتي. لا مصلي على النبي، صلي على النبي يعطيكم الصحة طول عماركم، وإن شاء الله يبدل علينا الدنيا. شنو اللي تبدل؟ الدنيا بالخير. إي بالخير. هاي الحمد لله. بديش الأحوال هكا تتفرهد؟ إن شاء الله إن شاء الله، أنا مازلنا ما رانا شيء تو. الجو ياسر تحفون بالنسبة معناتها إحنا من صفاقس، أما قروين ياسر تحفون، ياسر الجو ياسر سمح. وتحفون وعبيدنا سماح وجينا معناتها باش نتفرهدوا. من صفاقس جيتوا بالذمه باش تحتفلوا بالمولد النبوي؟ باش اي جينا لهنا بالذمه باش نتفرجوا ونعملوا جو مع بعضنا ونحيوا شويه ستريس. ما احلاه الجو ان شاء الله ديما هكا حافله. اي كل عام هكا سنه فما حاجه زايده اكثر السنه اكثر. علاش؟ محتفلين بالجو اكثر وديجا عامين ما عملوش، سنة سنة احتفلوا بيه أكثر.
كيفاش انت قرويه؟ كيفاش الاحتفالات من مولد النبي الشريف نحكي قبل الكورونا؟ بيه سناخي سناخي فما حاجه تبدلت سنا اي بس دي بقوا جمع سينا كيكا يحتفلوا باكثر قبل يبدو بهم مخر سنا اكثر. المولد النبوي الشريف في القروين كيفاش؟ والله كيما كل عام لما حل السنة سنين هذه الكل على الكورونا وعلى ما عادش كيما قبل. قص السنة تحسنت كمان شوي مش كيما العاد، كانت عباد تبيع وتشري و... قالوا لي لي زوتيل الكل كومبلي، الزوار جايين من كل بلاصه السنة. هي اكيد من كل بلاصه، هاو الحفلات هاي وين جمع الكبير ساي. قبل الكورونا انت قرويه كيفاش كان المولد في القروي؟ المولد كان روعه بالرسمي راه تو سنين عنده عامين، هذا العام الثالث. شنو عاداتكم وتقاليدكم في المولد النبوي الشريف في القروي؟ عاداتنا وتقاليدنا معناتها عصيده، شنو ولا عصيده البيضه الصباح ونعملوا عصيده زقوق، نعمل لازم نهار المولد عصيده بيضه الصباح مقروض و... ست زقوق انا من بعد ياكله. هاو مقروض. معروف بالمقروض. والاحتفالات؟ الاحتفالات راهم نحتفلوا لنا. عاصمة الثقافة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير وبخير. المولد النبوي الشريف من عاصمة الثقافة الإسلامية القيروان، شنو العادات التقاليد وش يعملوا فيه؟ والله أنا تونسية الحق من تونس، أما نعرف من عادات القراوة تعملوا يعملوا المقروض أنواع وشكاله أي فهمتني مقروض. أنا من صغرتي كنت نجي حدا خالتي الحق من القروان، نحبها برشا قروان، وجات هذه فرصة باش ها حضرت معناها أي بخيس كل عام غير هالكوفيد وجات الكونفينمون كعلاش ما جيناش سنين نستنى فيها بالقيقة ودرج وقتاش نجي. أما خير المولد قبل في القروين ولا توا؟ إي لا توا أكثر احتفالات، مش هكا أكثر احتفالات، أوكي قبل كان حاجة أخرى ومش هكيما هكايا، والسيركوي يعملوا يمشيو على وسط البلاد والجامع الكبير ويعملوا كل الدورة هذيك نتاع السياحة، إي السيركوي هذاك توريستيك الكل ياسر حلو ياسر ما. والمسجد وكله محلاها القروين كلها برشا روحانيات روحانيات برافو. ان شاء الله دين الاسلام ربي قوي دين الاسلام، هذيك الفايده راه والله ان شاء الله نتلموا فرد كلمه ونحبوا بعضنا، هذاك هو راه غير باش يذكرك بالدين ان شاء الله الناس تفهمها، مش هكا ماكله ودرا شنو وعصيده ومقروض هذا هو روحانيات والله. اول مره نجي لهنا ان شاء الله في بركته، ما شاء الله مولد مبروك مسعود على تونس وعلى جمهورية تونس الكل. مازال ما بديناش عاد. جيت اليوم. فرحك الله يخليك. أنا ساكنة في القروين عندي مدة، أصلي ساحلية بس كنت معناتها دانيال مون هوني، كاو دارنا جاو بحذايا، باش نعديو المولد هوني نكتشفوا مع بعضنا إن شاء الله. لا مش من القروين، أنا مش ساكن. جيت باش تحتفل بالمولد النبوي الشريف في القروين. إي هو كذلك، بالعام. كل عام احنا مستنسين نجيو الحقيقة، كل عام. مرت بلادنا بفترة خايبة، عامين كورونا تقريبا ما وقتش الاحتفالات هذه، أنت قلت لي سيادتك مستانس كل عام، سنة خير ولا قبل الخير شنو الفرق؟ والله كيف كيما قبل، نفس الأجواء نتاع قبل الحقيقة رجعت الحمد لله، يعني الأجواء رجعت بنفس الطريقة ونفس القراوة ما شاء الله، معنا استقبلونا استقبال زين برشا، بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. وان شاء الله ديما ان شاء الله ربي بعد علينا البلاء. امين يا رب. شنو اللي يخلي تونسي يتنقل من جهه اخرى ويجي خصيصا للقيروان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ شنو الحاجه اللي قاعده ترجع فيك كل عام؟ اولا هي عاده ملي احنا صغار، انا ملي انا صغير نجي للمولد يجيبني الوالد والوالده ونجي نحوسوا معناها، معناها تعاده تربينا عليها، وزيد خاطر ما فماش بلاصه مدينه في 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 تونس فيها الاحتفالات اللي موجوده في القروان، يدور اللي عاصمة الثقافة الإسلامية. عاصمة الثقافة الإسلامية، ويعني معروفة القروان بالاحتفالات في المولد النبوي الشريف.